اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جسد تفكر حب احمد فيه، والله ان الارض لا تبليه، او كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. اكثر من الصلاه على النبي فانها هي نور قبرك عندما تكفيه. ان الصلاه أيها الأحباب، حديثي معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك شهادة الجوارح والمكان وشهادة الزمان على الخلق. أيها المسلم الكريم، يقول الحق سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال سبحانه: اليوم يوم القيامة لا نشاهد من هؤلاء الشهود
ومن هذه الشهود التي أخبر عنها المولى عز وجل التي سوف تشهد عليك يوم القيامة أيها المسلم الكريم، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله. الملائكة، هؤلاء الملائكة الكرام الذين لا يبادرون العبد في أي لحظة من اللحظات ولا في أي وقت من الأوقات، يكتبون كل ما صدر عنك أيها المسلم، لا بد وأن تتدبر ذلك جيدا، سوف يكتبون عنك كل صغيرة وكبيرة حينما وهناك لا يكون إنكارا بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها المسلم الكريم، هؤلاء الملائكة الذي أخبر عنهم المولى عز وجل، وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين، قال في حق الملائكة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها المسلم الكريم، لابد وأن تعي الأمور هذه جيدا، لأنك سوف تقف بين يدي الله لا إنكار لا غش لا تكليس، بين يدي الله لا شاهد دون، بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها المسلم الكريم، من الشهود التي سوف تشهد عليك يوم القيامة جوارحك كلها، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فعلي لا أعود إلى يوم القيامة. هذا الزمان أيها المسلم الكريم سوف يشهد عليك وعلى أفعالك حينما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلم الكريم، لزاما عليك أن تحاسب نفسك اليوم قبل أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، قبل أن تنشر لك صحيفة أعمالك وتقف بين يدي الله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وما ربك بضلال للعبيد. أيها المسلم الكريم، يأتي صحابي إلى سيدنا عبد الله بن عباس ويسأله ويقول له: يا إمام، لقد قرأت آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهو قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. فقال: يا إمام، السماء والأرض تبكي على أحد؟ السماء والأرض تبكي على أحد يا إمام؟ فماذا قال له سيدنا عبد الله بن عباس؟ ما من أحد
أيها المسلم الكريم، بكت السماء على هذا المؤمن، بكت السماء أو بكى المكان على هذا المؤمن، المكان الذي كان يصلي فيه، المكان الذي كان يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، يبكي عليه هذا المكان لم يبكي عليه، فالمسلم والمؤمن يبكى عليه من السماء والأرض، أما غير المؤمن كآل فرعون أو كقوم فرعون عليهم لعنة الله تبارك وتعالى، لم يقدموا خيرا لا في السماء ولا في الأرض فلم تبكي عليهم السماء. أيها المسلم الكريم، لزاما علينا أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأن نغتنم أوقاتنا فيما يرضي الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: نغتنم خمسا قبل خمس، حياة وحياتك قبل نومك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. هذه من الامور التي حثنا عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نغتنم اوقاتنا فيما يرضي الله، ان نغتنم فراغنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يكون شاهدا علينا بالخير. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أنها تكون ساعة مجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أبطاننا، اللهم احفظ أسرنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم أدم عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم